مطبخي بيطلع كل يوم قرابة من 12 ل 13 ألف وجبة، بيدعم تقريبا قرابة 25 ألف أسرة أو 25 ألف فرد من النازحين المنكوبين حوالي، من مدارس ومن نازحين عندنا هنا في الخيام. توقيف المطبخ، لما نوقفوا المطبخ صار عندنا طبعا شبه مجاعة، ولكن الحمد لله انه المطبخ عاود استعاد عمله في غزة، وهينا شغالين الحمد لله رب العالمين 100% الحمد لله. توقيف المطبخ سببه الأساسي اللي هي المجزرة اللي صارت، اللي هي وفاة الأجانب، أو إحنا بدنا نقولها بلغتنا البلدية اللي هو استشهاد الأجانب، لأنه هذول الأجانب إنسانيين بصورة مش طبيعية. يعني أنا بعرفهم كلياتهم، الناس الضحايا اللي راحت، ناس بتدور على الإنسانية وبتدور تطعم الناس وبتدور على الناس الجعانة والناس الغلبانة والناس التعبانة. لما نوقفوا المطبخ أثروا تأثير 100% على الناس، لأنه الناس كانت معتمدة اعتماد أساسي عليهم. يعني أنا في ناس عندنا هنا موجودة في الخيام وموجودة هنا، بتاخذ الوجبة، بتيجي بتحب تاخذ الوجبة متأخر شوية، يعني بعد الظهر بشوية، عشان تتغدى منها وتتعشى منها. يعني هذول الناس طبعا في ظل لما المطبخ وقف شغله، المطبخ العالمي وقف شغله، انقطع في الناس هذه. يعني الناس هذه وضعها صار صعب جدا، واليوم الناس بتحمد الله، وانا واحد من الناس اللي بحمد ربنا اللي رجع المطبخ هذا لعمله.